أولا الآن في ظرف 48 ساعة عين جلالة الملك رئيس الحكومة المكلف بتدبير المشاورات حول تشكيل الحكومة. أعتقد بأن هذه إشارات بأنه هناك ضرورة تسريع في تشكيل الحكومة لتجاوز مرحلة تجاوز تأخر تشكيل الحكومة في مرحلة معينة التي امتدت إلى 6 أشهر، وهذا كله حرص الملك على الاختيار الديمقراطي، بحيث عين رئيس الحكومة لم يعين أي فرد من التجمع الوطني الأحرار، والذي يخوله الدستور تبع قل الفصل 47 مما يكرس عرف تعيين رئيس الحكومة كرئيس حزب من الحزب الأغلبي. من الحزب الأغلبي كذلك من أجل السعر على حسن تسيير هذه المؤسسات كما هو في الفصل 42 للدستور. طيب أستاذ عبد المنعم، كان متوقع حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على مقاعد كثيرة نظرا لما يشاع أو يقال بأنه حزب له تنظيم وأيضا لديه شعبية داخل المغرب، لكن إلى أي مدى يمكن لهذا الحزب إمساك زمام الأمور في المغرب، سيما في ظل الحديث عن وجود ولو معارضة خفيفة قد يلجأ إليها حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان أو خارج البرلمان وبطرق مختلفة؟ أولا، سقوط حزب العدالة والتنمية جاء نتاج مجموعة من الأمور. أولها السياسات اللاشعبية التي أفقدت مجموعة من الأصوات، خصوصا من الطبقة المتوسطة، أساتذة، أطباء، ممرضين، أيضا متقاعدين، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة على مستوى حملة الشوائب العليا التي بلغت إلى 25% 18% على مستوى البطالة، بالإضافة إلى ارتفاع المعيشة المتمثل نتيجة ما حدث في إلغاء صندوق المقاصة. كلها هذه أسباب. إذا أضفنا إليها الصراع الداخلي نعم أستاذ عبد المنعم، إلى الصراع الداخلي، وراء قتيل المداخلة. طيب أستاذ عبد المنعم، برأيك ما الورقة القادمة أمام هذا الحزب؟ أستاذ عبد المنعم، ما الورقة التي يمكن أن يلوح بها حزب العدالة والتنمية من جديد رغم خسارته المضوية في الانتخابات في المرحلة المقبلة، في حال بقيت لديه أي حظوظ أو أي فرص من أجل العودة، أم أنه تم قطع عودة هذا الحزب إلى داخل الحياة السياسية في المغرب بعد هذه الانتخابات؟ أولا، السياسي على مستوى الشرق الأفريقي الأوسط يعني لم تعد تحظى بالدعم من طرف مجموعة من الدول، هذه إرهاصات أولا على المستوى الإقليمي. على المستوى المحلي، تسمعين؟ نعم أسمعك، ولكن هناك على المستوى المحلي كما قلنا، ربما أن حزب العدالة لم يستطع تكوين فريق، وأكيد أكيد أن الأحزاب اليسارية طبقا للإرادة الشعبية للإمساك للعودة إلى المعارضة، فيما أنه المحافظين الأمازيغيين وحزب الاستقلال الحكومة، مما سيصعب مأمورية حركات الإسلام السياسي في أفق. أعتقد أن هناك سيكون نقاش داخلي داخل حزب العدالة والتنمية، ربما قد يتحول إلى حزب مدني محافظ. هذه كلها يعني كلها تصورات لا ب... التصورات يمكن أن تنبني على ما سيخرج به نتائج وضحت. إذا أشكرك جزيل الشكر
ونعتذر عن سوء الاتصال. شكرا لك، كان هناك مشكلة في التواصل. شكرا لك من الرباط عبد المنعم الكزان، باحث في علم الاجتماع السياسي.